الامارات وبالتحديد الى مدينه العين وزميلنا العزيز ايمن مصطفى بصحبته محمد غرابه ومدير منتخبنا الوطني. هي فعلا هي مجموعه صعبه، هي عامه في افريقيا دلوقتي ما بقاش في مجموعه سهله ومجموعه صعبه على الفرق كلها يعني دلوقتي يعني بتتعافى من 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 حتى في طريقه اللعب والاسلوب والتقدم والحاجات دي كلها. فالحمد لله يعني اهو مجموعه فيها تصنيف ثالث، فيها تصنيف رابع او ثالث وثاني. مجموعه مش سهله، معانا موزمبيق تصنيف رابع، معانا كابو فيردي تصنيف ثالث، معانا غانا تصنيف ثاني، يمكن اقوى فرقه هي غانا. احنا بنحضر كويس وان شاء الله باذن الله الفتره الجايه هتلاقي ان شاء الله ان احنا يعني تحضرنا في الاستعدادات لكاس افريقيا. هي التفاصيل اللي هتفرق، سفريات، الاوتيلات، الاداريات كلها، اللوجيستكس، هي دي اللي هتفرق من فريق لفريق. المدير الفني بيحب دايما ان المعسكر يبقى مقفول عليه، مفيش من بره ناس كتير، مفيش تواجد بصفه مستمره، لا تبقى احنا التيم واحد بس، احنا الافراد بتاعت الجهاز الفني والاداري والطبي هم المتواجدين على طول. اللعيبه دايما في حاله من الحب والموده بيننا كلنا وتبقى الحياه سهله. فالحمد لله يعني الدنيا بتبقى احلى حاجه ان هي بتبقى متقفله والدنيا تبقى ملمومه، هي دي بتريحه نفسيا ان مفيش حد دايما بيبقى معانا، لا كلنا نعرف بعض، كلنا موجودين مع بعض، بناكل مع بعض في نفس الوقت، بننزل التمرين كلنا، بقى كل واحد عارف دوره ايه. فالحاجات الصغيره دي هي بتفرق معاه، ودي يمكن الحاجات الصغيره دي اللي هتفرق ان شاء الله ربنا يكرمنا ونوصل لحاجه كويسه في البطوله باذن الله. الجزائر شايفه ازاي وايه الاهداف اللي انتوا حاطينها منه، الى جانب طبعا ان انت تقدم اداء جيد؟ هل النتيجه بالنسبه لوردو فيتوريا في الماتش ده بعد هزيمه تونس مهمه؟ احنا نتيجة لازم تكون ايجابية ان شاء الله باذن الله. احنا ما بنبصش على تعادل ولا بنبص على هزيمة، احنا بنبص دايما على فوز. الفوز ده بيجي عن طريق ايه؟ عن طريق ان الولاد بيتمرنوا كويس، قافلين على بعض كويس قوي، بيعرفوا يطبقوا اللي الراجل بيقوله، هم مقتنعين بيه كويس قوي قوي. فهي دي يمكن الحاجات الصغيرة اللي بتفرق معانا بعد كده. الجزائر طبعا فرقة كبيرة، فرقة محترمة جدا، احنا ما بنخافش برضه في الاول وفي الاخر، ان شاء الله ربنا هيكرمنا، لان هي النهارده تجربة قوية للجزائر، لان هي تصنيف اول وهي يمكن ثالث افريقيا حاليا دلوقتي. فطبعا احنا كان هدفنا في الاول ان احنا المعسكر ده بالذات هيبقى في تصنيف ثالث او تصنيف ثاني نلعبه في اول فرقة، وبعد كده نلعب فرقة قوية استعدادا لكاس الامم الجاي.